الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله الاندماج فاتحة خير، وبإذن الله ستكون نواة حقيقية لجذب كافة الفصائل على الأرض السورية للتوحد تحت راية واحدة لتخلص الشعب السوري من ظلم الطاغية بشار الأسد ومن الاحتلال والاستعمار الروسي على الأرض السورية. أتمنى جميع الكتائب تكون يد واحدة وطريقة واحدة وتعاون كامل لحماية الوطن وشعبه. طبعا الاندماج ممتاز يعني وفاتحة خير ان شاء الله، ولكن يعني الافضل انه كانت تندمج كل الفصائل مع بعضها تتوحد لنصرة الشعب المظلوم والشعب اللي تعب من القهر والاضطهاد والقصف والتشرد. يعني هاي مطالب الشعب من البداية، وان شاء الله خطوة جيدة، بس نتمنى من باقي الفصائل يعني تبادر وتندمج مع الفصائل يلي اندمجت تحت هذا المسمى. بنتمنى من جميع الفصائل كلها تندمج تحت راية واحدة، وبنتمنى يكون عندنا جيش قوي لحتى نهد حيله لهالنظام الكافر وما نكون متفرقين. الله يجمع كلمتكم جميعا وييسر امركم يا رب، الله يوفق كل الفصائل. ان شاء الله بنتامل خير بالاندماج ويكون خير للشعب وفرج للامه الاسلاميه تحرير هالوطن العربي إن شاء الله، وتحرير سوريا من بشار الأسد وأعوانه. بالنسبة للاندماج والتوحيد إن شاء الله تكون فاتحة خير، ونتمنى من باقي الفصائل كلها إنه تتوحد تحت هالراية كلها ونصير جيش واحد، والله يقوينا على النصيرية وعلى هالكفار، وإذا ما توحدنا وصرنا كلياتنا راية واحدة فشغلتنا فاضية. ونتمنى إن شاء الله من باقي الفصائل كلها تندمج مع بعض إن شاء الله.